اللعبه بحلقه جديده. امين المظاليم، امين المظاليم. اذا سمعت الاسم لاول مره شو بتفكر؟ امين المظاليم، امين المظاليم، يعني في امين وفي مظاليم. استغربت انه في شيء بالسويد اسمه امين المظاليم. شو هذا امين المظاليم؟ امين المظاليم هو شيء اذا حدا كان مظلوم بروح لعند امين المظاليم. اذا تعرضت لموقف عنصري بالشارع او من حدا او من شرطه او مؤسسه او دائره او انترنت او وين ما كان يكون، فيها تروح لعند امين المظاليم. هو مثل بتفوت لعنده مكتب وبتحكي له الموقف يلي صار معك، وبساعدك لحتى انه 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 يسترجع لك حقك او ما تحس بهذا الشيء. في شيء بالسويد اسمه امين المظاليم، هذا هو اللي عم نحكي عنه، انه الناس اذا حست بموقف عنصري او حست باي شيء بتروح لعنده. اذا ما بدها تروح للشرطه بتروح لعند امين المظاليم وبتشرح له اللي صار معه. انا استغربت امين المظاليم يعني، ونسب قليله اللي بتروح لعنده، فانه بتخيل الموقف. انا امين المظاليم عم بقول اذا كان هذا اخي، إذا كان عنا ببلدنا كم واحد رح يروح لعند أمين المظاليم؟ نفسه أمين المظاليم رح يروح لعند أمين المظاليم، يعني لأنه أمين المظاليم عنده رح يكون مظلوم، فأمين المظاليم رح يدور لحد يروح عنده. فعن جد انصرعت من الشغلة أمين المظاليم، فحبيت الفكرة اللي عنده، لأنه أنه أوكي إذا حسيت حتى الشرطة عملت معك موقف عنصري فينك تروح لعند أمين المظاليم. أمين المظاليم هو الإنسان اللي بردلك حقك وبساعدك، فعجبتني الفكرة كتير أمين المظاليم. فكتير حبيت الفكرة انه كيف بيتعاملوا عن امور، انه دزن متر يعني، دزن متر دزن متر للصبح يعني، مو مهم انت من وين جاي، شو عرقه دينك، لونك، بشرتك، شو بتتبع، ما عندهم اي مشكلة. المشكلة عندهم اذا انت تعرضت لموقف عنصري، اهم شغلة ما تعرض لموقف عنصري. فامين المظاليم شغلته انه 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 يحلل لك هالامور هي، وما تتعرض ابدا لا موقف عنصر او شيء. بس انا ما عرفت لمين تابع صراحه امين مظاليم، حاولت ابحث بس ما عرفت هو مؤسسه حكوميه ولا شغله خاصه ولا كذا كذا، فما وصلت. فالله يستر، بس عجبتني الفكره كتير، فبتمنى انه انه هيك يكون في عنا كم امين مظلوم. والله ما راح يلحق شغل يعني، راح الناس راح تكون كروتي عنده هيك ما شاء الله صفوف صفوف. فانا بتمنى اسمع وجهه نظركم، شو رايكم انه لو كان عنا أمين المظاليم شو رح يصير؟ أنا قلت إذا كان عنا أمين المظاليم فأمين المظاليم بده يروح لعند أمين المظاليم، لأنه أمين المظاليم الأول يعني هيك تعبان، وأمين المظاليم الثاني بده يروح عند أمين المظاليم الثالث، لأنه كلهم ياما بالمظاليم. إيه، قولوا لي وجهة نظركم بالأمين المظاليم. السلام عليكم، شوفوا حلقة جديدة.